منتخب السيدات اللي فاز في مباراته أمام أو في تصفيات كأس آسيا. المنتخب النسوي يقدم دائما مباريات جميلة ورائعة للمنتخب النسوي. بدنا نحكي عن هالمنتخب النسوي بس بعد دقيقة يعني. إذا نعاود والحديث عن منتخب السيدات اللي فاز على تيمور الشرقية بـ3 أهداف في تصفيات الأولية لكأساس أو للتصفيات الأولمبية عفوا، بالانتظار مباراة بوتان اللي خسر أمام أوزبكستان بـ9-0. يمكن مستويات في فارق بالمستويات، يعني منتخبنا في مجموعة تيمور الشرقية في تيمور غربية؟ في تروما أكيد. في تيمور الشرقية، في بوتان، في أوزبكستان. يعني أوزبكستان فوز على بوتان 9-0. يعني شوف، احنا في تناقضات في 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 كرة القدم النسوية بصراحة الآسيوية. يعني احنا مهم الفوز على تيمور وبنبارك لهم، لكن الأهم التأهل. يعني انت لما بتفوز 3-1 والفريق اللي بينافسك على بطاقة التأهل أوزبكستان بفوز بـ9 أهداف، يعني هاي الان المباراه المهمه والمهمه جدا اللي هي مع اوزبكستان. فبالتالي احنا يعني الاهتمام في هذا المنتخب كبير وكبير جدا، الرعايه كبيره وكبيره جدا، لكن يقابلها يجب ان نتاهل. يعني يجب انه يكون في هناك نتيجه ايجابيه ان شاء الله مع الفريق اوزبكستان حتى نروح للنهائيات. غير ذلك يعني في هناك مشكلة منافسنا الرئيسي اوزبكستان، منافسنا الرئيسي، فبالتالي احنا واوزبكستان من يظفر بـ3 نقاط هو الاقرب بانه يروح بطل مجموعه. بس اللي ظهر انه اوزبكستان ظهر قوي ومستعد. اكيد اكيد، فريق الاوزبكستاني دائما حتى بفئات العمريه فريق جيد ومنافس قوي، لكن زي ما حكيت لك منتخبنا الاردني ايضا يعني يلقى الرعايه والاهتمام الكبيرين. فبالتالي نتوقع ونتمنى من هذا الفريق بانه يحقق الفوز على الفريق اوزبكستان والذهاب الى النهائيات، لانه اذا ما ذهبناش للنهائيات برضه في هناك مشكله. أكيد نتمنى التوفيق دائما لمنتخباتنا الوطنية. بدي أشكر وليد فطاطا اللي كان معنا اليوم.